إذا زوار متتبعي موقع جديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا 15 يوم في رمضان، إذا دردشة قبل إفطار اليوم 15 من شهر رمضان 2018 الموسم الثاني. الحلقة ديال اليوم كتعلق بهذا الموضوع اللي هو جد حساس، ألا وهو النظافة داخل مدينة الجديدة. هذا المشكل اللي عانوا منه لا الساكنة ولا العمال ديال النظافة. إذا غادي نبداو بالعمال ديال النظافة. كنا كنتفكروا في الصيف اللي فات كان دار واحد الإضراب، كتجر تلت الدنيا، ولات الجديدة عبارة عن مزبلة عملاقة من الحجم الكبير، وهاد الناس جاو تلقاو وعود ورفعوا هذاك الإضراب، ولكن حتى حاجة ما تقدت. من بين الأمور اللي ناقشتها مع العمال ديال النظافة واللي كيستنكروا لو فيت ان الجامعه والشركه خواو بهم كما كنقولوا، نجد هذيك الجلبه الفاكسان، بحيث الجلبه اللي كانت دايره الشركه اللي قبل كانت ساويه ثمن، والجلبه اللي داروا لهم دابا مساويه والو، جدريان يعني 12 درهم ولا 13 درهم بارابور الاخرى شي 350 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. وهما كيقول لك بانه يعني دايرين لنا جلبه ديال الفار، بل اصبحوا يشككون في ان الوفاه ديال سبعه ديال الزملاء ديالهم بسبب امراض مرض ديال العمل، يعني نتيجه ديال العمل. هنا غادي نسولو هاد الشركة هادي، واش هاد الأمور كاينة ولا ما كايناش. النقطة الثانية دائما المتعلقة بهاد القطاع ديال النظافة، كاين زيادة في الأجور بحكم أن الشركة كانت واعدت هاد العمال باش انها غتزيدهم في الاجور خلال الصيف اللي فات، ولكن ما كان حتى شي حاجه، لانه لا يعقل اننا نلقاو عامل ديال النظافه معرض حياته ريحته يعني بزاف الحوايج، وكيشد ما بين 50000 ريال حتى ل 56000 ريال. ما اش غيدير بها؟ نفكروا شي شويه. ما حسب دائما الشغيله ديال هذا القطاع هو اضعف اجر كيحصل عليه عامل النظافه في المغرب، عوض نتعاملوا مع هاد الناس اللي كيجمعوا لينا زبلنا، لقاش حنا اللي كنديروا هذاك الزبل، ونتهلاو فيهم ونقولوا لهم شكرا، كنجازيهم باننا كنخليهم كيمرضوا، حقاش معرضين بزاف ديال الاصابات، يقدر يستنشق شي ماده وتقدر تاثر عليه بشويه بشويه تدريجيا بلا ما يشعر، يقدر يبغي يهز شي حاجه يتجرح، يقدر بزاف ديال الحوايج. اذا من هذا المنبر كنقول لهذوك عمال ديال النظافه، كنقول لهم شكرا لكم، لانكم نتوما اللي كتجمعوا لينا زبلنا، نتوما اللي كتنقيونا بين قوسين، كتنقيو لينا، اذا كتنقيونا كمجتمع، وما نبغيش هذيك النظره ديال الدنيا تبقى عند الناس ديال الجماعه. هذه نقطه واحده مازال غنعاود نرجع ليها، لحقاش غادي ندير جوج حلقات في قطاع النظافه سبيسيالمون. نقطه اخرى، كاينين حسب اللي سمعنا سبعه ديال المراقبين
يعني ديال التتبع، يلا جوج ولا ثلاثة فيهم اللي خدامين بما فيهم الأخت نجوى المنديب اللي كنحيوهم من هذا المنبر، والآخرين كيبقاو ناعسين وكيتخلصوا ما كيديروش الخدمة ديالهم، وهذا الشيء باش فسروا الآخرين التواجد ديال بزاف ديال النقاط السوداء من حيث النظافة، وغادي نحاولوا نطرقوا ليها بالتفصيل. إذن الشركة خصها مراقبين يكونوا في مستوى أكفاء وكيديروا الواجب ديالهم، ما يتصاحبوش مع المدير واللي يحصلوا على تغمض العينين إلى آخره. الجامعة خصها مراقبين يكونوا بحال الأخت نجوى المنديب، لأن فعلا فعلا كندوز كنلقاها واقفة، هذه للأمانة. كاين واحد التساؤل أخر بخصوص هذوك لي كاس ولا لي باك اللي غيدفنوا، كاينين في دفتر التحملات، ما كاينينش على ارض الواقع، وكاينين بلايص اللي فعلا فعلا خاصهم اعاده النظر، خاص الشركات تجي تجلس ودير واحد الدراسه وتعرف شنو اللي كاين، ويبداو لي بيناليتي على عباد الله. ما يمكنش ان غادي يبقى الامور غادا مفدنا كنموذج ديال هاد البلايص اللي خاصهم فعلا واحد الحزم. كنلقاو المارشي ديال علي القاسمي، كنلقاو السوق ديال لا زهرة، وكنلقاو المارشي سونترال مارشي دنصارى. هادو بلايص اللي فعلا خاصهم إعادة النظر، لأنه لا يمكن بأنني اليوم نجي نحيد داكشي ويعاود يرجع بكثرة ويعاود يرجع بكثرة ويعاود يرجع بكثرة. والخطير في الأمر أن هاد الشركة ما كتنيطويش لي باك وما كتنيطويش البلاصة ديالهم، حتى كيولي فيها الدود عاد واحد النهار كيتفكروا داكشي عاد كيدوزو ديزانفيكت، ماشي كيدزانفيكت وكيجي كيرش الماء وكيمشي في حاله. إذا هادو أمور اللي ما مقبولاش داخله في الخانة ديال هذا الملعب، أنا عدم المراقبة للشركة كتخليها دير شي حوايج وما ديرش داكشي اللي مفروض عليها في ترتيب التحملات وكتخلص عليه. إذا هذا هضر بالملعب. غادي نوريكم غير شي فيديوهات بسيط، راه تما غندوز للحلقه الجايه باش نهضر على التمديد ديال الصفقه ديال الشركه اللي كانت قبل، والخرق القانوني السافر اللي طرا بموجبها، وعاد نجبد لكم دفتر تحملات ديال هاد الشركه هادي، ونوريكم اشنو اللي دار واشنو اللي ما دارش، رغم ان الامور راه طولت، يعني ماشي الله بداو البارح، راه العام. اذا العام وما محترفينش دفتر التحمل، ما محترمينش دفتر التحملات، هنا غادي نقولوا لهم بانه خصهم غرامات جزافيه، وهذه هي اللي كتخلي الشركه انها تلتزم داكشي اللي دايره وتخدم. ما كاينش الغرامات بالشكل اللي خاص يكونوا، هاد لي كيسون لي قلنا خصهم يكونوا في الأرض، ماتوش 20 ولا 16 ولا المهم 23 شي حاجة بحال هادشي. غدا كلشي غنقولو ليكم في الحلقة ديال غدا، لأن غدا غنهضر غير بدفتر التحملات. حتى لهنا غادي نقول ليكم خرجوا معايا غادي تشوفوا شي بلايصات اللي جبدت اليوم وما جبدتش. المارشي ديال لا زهرة من الله وجيت هادوك صحاب القش، سوق لالا القاسمي، سوق لالا زهرة من جيت موالي الحوت، و لائحة طويلة، يعني مدينة الأزبال، وتحية للجميع. إذن من بين النقاط اللي كتعتبر نقطة سوداء في النظافة لمدينة الجديدة، كنلقاو هاد البركاسة هادي، هاد الكيسون اللي كاين حدا دوار ابراهيم، اللي ها هو دوار ابراهيم. اذا هذا دوار ابراهيم، وهنا هذا الكيسون هدا هانتوما كتشوفوا المحيط ديالو كي داير. هنا ما نخليش شي واحد يقول لك لا المواطنين اللي كيلوحوا هنا، والسبب انه شكون هادو اللي كيلوحوا في هادشي هنا؟ بعد مراقبة لهاد البلاصة هذه
لقينا بانهم الدراري الصغار ملي كيصيفطوهم والديهم يلوحوا الزبل كيف كتشوفوا هذه راه عاليه فيها اكثر من متر. اذا ملي كيقولوا لهم والديهم دير الزبل لوحو كيجي ما كيقدرش يلوحو اما يشير به اما كيحطوه هنايا في المحيط ديال هذا البركافه هذه. نفس ها هو في الجنابات ايضا هانتم كتشوفوا يعني هنا بدوار الشعب الامر كيختلف. هنا انتم كتشوفوا داروا ليهم واحد البليصه منين يوليو يطلعوا هذوك الوليدات ولا القصار ولا هذه وراكم كتشوفوا من الفوق نيت هذيك البلاصه اللي عامره يعني هذيك فين داروا ليهم منين يطلعوا. لكن الخطوره هنا كتجلى في دوار الشهب انه نسبة دوار الشهب قرب المقبره هي هذه الحاله هذه. قدام دوار الغربه